السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله هنتكلم عن سورة العاديات. وسورة العاديات هي من السور المكية، وزي ما ذكرنا قبل كده من السور المكية هي فيها بعض الصفات إن هي بتذكر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هي بتكون معجزة ظاهرة للجميع حتى يثبت صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها رسائل للمؤمنين رسائل للكفار وغيره من الأمور اللي احنا ذكرناها في الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني. أما عن اسم السورة فسميت سورة العاديات لبداية السورة كلمة والعاديات ضبحا، فاتخذ منها الاسم ده فأصبحت سورة العاديات. برضو كنا اتكلمنا في فكرة كيفية تسمية سور القرآن الكريم. السورة بتتكلم عن سرية من السرايا النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها، والسرية عند العرب هي الجيش اللي بيقل عدده عن 50، يعني أي جيش بيقل عن 50 بيسمى سرية. إحنا عندنا كمسلمين إن يقل عن 50 زائد إن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود في الجيش ده، يعني ما يكونش تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي عدد أقل من 50 ولا يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيسمى سرية. سرايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة المنورة كان 38 سرية. وهنا بيجي سؤال دايما بيتسأل كتير، يقولوا طيب انتوا دلوقتي بتقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في امور معينه اجلها او ما فعلهاش لان الاسلام كان في مرحله الاستضعاف وده لها احكام وكذا وكذا. طيب دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل جيوش اهو، بيرسل سريه من السرايا. فنقول له لا، ما هو حضرتك فاهم غلط. ليه؟ فبنقول له لا بالعكس، ده موضوع حدوث السرايا ده شيء منتهى الحكمه من الله عز وجل أو حال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الأصل إن الإسلام هو جاء على مراحل، يعني أنت متخيل لو أول مرحلة في الإسلام من أول سنة زي تاني سنة زي 10 سنة يبقى ما ينفعش، يبقى كده الوضع مش هيتغير. إنما لما كل سنة بيحصل تحديث جديد يبقى أنت بتقول فعلا يبقى الدين ده هينتشر، لأن أول سنة كان حالته كذا، تاني سنة، تالت سنة. فبالتالي لما يأتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش إن الإسلام هيدخل كل البيوت اللي طلعت عليها الشمس، تمام، يبقى الكلام ده فعلا مظبوط. لأن هما إيه بيبصوا النهاردة إيه ده الوضع بقى إزاي ويرجعوا يفتكروا من 5 سنين كان إزاي. دي حاجة. الحاجة التانية إن المسلمين بقى لهم عدد، يعني النهاردة السرايا دي بدأت إمتى؟ بدأت في آخر سنة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، من مكة للمدينة. فبالتالي بقى في عدد، فممكن ناس تروح تجاهد وناس تقوم في مكة وناس تعمل وناس كذا وناس كذا، فكان برضو طبيعي ان ده يحصل. الحاجة الثالثة ودي كانت حاجة مهمة جدا، ان دي بقى من الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حتى حاجة بنتعلمها في الأماكن العامة وفي المعارك وفي الحياة بصفة عامة، ان انت لما تكون عايز تفتح مجال جديد حتى في مجال التسويق حتى في مجال الشغل وفي حد مسيطر على السوق او الاريا اللي انت فيها دي، فيقول لك تعمل ايه؟ يقول لك طب اطلع افتح شغل في اريا بعيد عنه خالص، في مكان بعيد عنه خالص، عشان تعرف تعمل اسم ولما تكبر ممكن ترجع لنفسه هنا. فالوقت النبي صلى الله عليه وسلم موجود في مكان في الجزيره العربيه هم كفار قريش مسيطرين عليها كلها. فيبقى احنا هنا كده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقدر يسيطر على المكان ده وهم موجودين، يبقى ايه الهدف المطلوب؟ الهدف المطلوب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه بقى موجود في المكان ده خلاص، وفعلا بقى كل اهل الجزيره العربيه عرفوا ان في شخص بيسمى محمد بيقول ان هو بيجي له وحي وان عاديين وكذا وكذا، فوصلنا للهدف المطلوب. طيب عايزين بقى نكمل ان الرساله دي ربنا يفتح لها ابواب جديده، يبقى خلاص يبقى نروح اماكن بعيده بقى عن ايدي كفار قريش. فبدأنا اللي يروح الحبشة، اللي يروح الشام، اللي يروح هنا يروح هنا يروح هنا. الحاجة الثالثة ان ده يعني وعد من الله سبحانه وتعالى للصالحين عشان
يجعلهم في عندهم نوع من الايمان بالله سبحانه وتعالى. لما يلاقوا ان ربنا بينصرهم فعلا، ده بيثبت الايمان. يعني انت مهما كان ايمانك قوي، لما تلاقي بيعدي عليك يوم واثنين وثلاثه وعشره وعشرين وما تشوفش يوم واحد كويس، غصب عنك ان انت هتضعف، خاصه ان مش كل الصحابه امنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من اول يوم. ففي اللي امن بقى له شهر، وفي اللي بقى له سنه، وفي اللي بقى له سنتين، فلسه الايمان ما قويش قوي. فبالتالي لازم بقى في اي حاجه كده تخليه برضو ايمانه يثبت. فابتدى يبقى ايه، يوصل له رساله، لا على فكره احنا بقينا اقوياء، وبقينا بقى لنا سرايا، وبقينا نقدر نروح ونيجي ونعمل، وبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقدر ينظم جيش. فنوع من السيطره او من رفع المعنويات لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجه برضو المهمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما ذكرنا في سوره الكافرون، ان هو كان في مراحل من التفاوض مع الكفار، ان كان لازم يبان برضو النبي صلى الله عليه وسلم بياخد خطوات لقدام. وده من اكبر الدروس اللي راح يتعلمها، وده يعني حتى في الدنيا هنا ومن باب الايمان حتى اتعلمناه، فكره ان الوقوف بيؤدي لايه، للرجوع. دي حاجه معروفه جدا. يعني ايه الوقوف بيؤدي للرجوع؟ يعني انت توصل لمرحله وتقرر بقى في الوقت ده ان انت هتوقف على المرحله دي، مش هتاخد خطوه زياده، تاكد 100% ان انت هترجع. هتلاقي نفسك بعد فتره رجعت خطوه ورا، ما انت ما ثبتتش ولا حاجه، مش هتقدر تثبت. يعني مثلا فرضنا جدلا، مثلا انت كنت واقف عند البيت عندك ومشيت 500 متر، وجيت عند 500 متر قلت انا هقف هنا مش هتحرك من مكاني وخلاص وهثبت ومش هرجع، هيحصل ايه؟ هتتاثر مع الهواء، هتتاثر مع رجلك، هتقوم راجع خطوه خطوتين ثلاثه، هتتفاجئ ان انت بقيت ورا البيت بتاعك اصلا. انما لو انت كملت المسيره عادي، بس مثلا بقيت ماشي بالراحه شويه، هتفضل مكمل والدنيا ايه، بتقرب واحده واحده. انت ممكن ترجع شويه، بس انت لسه بعيد عن 500 متر. عشان كده هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الايمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. يعني ايه؟ يعني خليكم عارفين ان ايمانكم هيجي في وقت من الاوقات هيقل، هيضعف، فلازم تبقى انت بتحاول تزوده، بحيث لما يجي الوقت ده يبقى انت لسه في منطقه الامان. فده كان برضو كان هدف من اهداف النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا يا جماعه لازم كل فتره ناخد خطوه لقدام. يعني مش هنوصل لمرحله ان احنا خلاص بقى عندنا عدد وبقى اسمنا معروف في الجزيره وبس، لا، ايه الخطوه اللي بعدها؟ لازم الخطوه اللي بعدها. ويمكن يعني اشهر مثال الناس كلها شافته شركه نوكيا مثلا بتاعت الموبايلات. الشركه دي كانت هي الشركه رقم واحد في العالم، وكانت تقريبا يعني حسب الاحصائيات ما بتقول كانت مسيطره على 89% من سوق الموبايلات على مستوى العالم. بس وصلوا لمرحله زي ما بقول لحضرتك كده، ان خلاص احنا هنشتغل ليه، احنا واصلين دلوقتي للمرحله دي ان احنا واخدين 19 السوق في العالم، فما تقدرش ياخدوا اي خطوه. ابتدت الشركات التانية تطور وتاخد خطوات وكذا وكذا، دلوقتي ما عادش في حاجه اسمها نوكيا اصلا. فده كان يعني اكبر مثال احنا شفناه بعينينا يعني. فبالتالي كان ده من اهداف السرايا اللي النبي صلى الله عليه وسلم ارسلها في الفتره اللي قبل الهجره. الحاجة برضو المهمة في فكرة السرايا، إن الكفار كانوا بيتجرؤوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كبير جدا. فلما ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج سرايا، يعني زي ما قلنا 38 سرية، فابتدى برضو يوصل لهم شعور، لا، محمد ده بقى له قوة، بقى له منعة، بقى له أعداد. وبعدين ما احناش عارفين السرايا اللي راحت دي جابت إيه، يعني ما هو راح 38 سرية ل 38 قبيلة، لو كل قبيلة مثلا أسلم منها 100 شخص، ده محمد كده بقى معاه عدد، وعدد كبير. غير ان بقى ممكن حتى من غير عدد بقى في اتفاقيات معموله، فما احنا هنيجي نعتدي عليه ال 38 قبيله اللي احنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهم اتفاقيات، هيجوا وانتوا ازاي تعتدوا على الشخص ده وهو عمل معانا اتفاقيات ان احنا ننصره وكذا وكذا. فبقى ده سبب ان ربنا سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين من عذاب كتير من الكفار. الحاجه الاخيره بقى في فكره السرايا، ان كان ده اعداد للهجره للمدينه. وده من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في معركة كبيرة. حتى النهاردة الناس اللي دخلت الجيش مثلا يقول لك في حاجة اسمها مشروع حرب. مشروع حرب ده يعني ايه؟ يعني بنيجي فترة بيدربوا الناس حوالي 3 شهور تقريبا كأنهم في معركة. يعني بيبقى في مكان صحراوي كده ويروحوا فيه، وبيبقى مجموعة مجندين، انت هتبقى كأنك في سلاح الإشارة، وانت في سلاح المشاة، وانت سلاح المدرعات، وانت وانت وانت، وبنعمل كأن محاكاة بالظبط المعركة. ونيجي بعد كده بعد نهاية ال3 شهور والتدريب ده ما يخلص، يلا تعالوا هنعمل معركة بجد. فيجوا مثلا ليكن 24 ساعة أو 48 ساعة كأن في معركة حقيقية،
وفي جزء في الطرف ده وجزء في الطرف ده، وكأنهم بيحاربوا بعض وكل حاجة. طب الكلام ده كله ليه؟ عشان يوم ما تيجي معركة بجد يبقى الجنود دول جاهزين يحاربوا، يبقى فعلا المعركة دي شافوها قبل كده. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الصحابة لوقت الهجرة عشان يكونوا مستعدين ازاي بقى يهاجروا، لان هم جربوا الهجره قبل كده، عارفين بقى هيمشوا ازاي، هيأمنوا نفسهم ازاي، هيعرفوا الطرق، طب لو حد تعرض لهم في الطرق هيعملوا ايه، طب لو احتاجوا ميه، احتاجوا اكل، عملوا. فبالتالي يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يلا نهاجر، خلاص يبقى الدنيا ما فيش فيها مشكله، يبقى الدنيا امان، الناس تقدر تهاجر. عشان كده من فضل الله سبحانه وتعالى ان المهاجرين قدروا فعلا يوصلوا للمدينه من غير اي مشكله. اخر حاجه، ما كل مرة أقول آخر حاجة مش عارف ليه، عارف إن في الوقت ده كان سيدنا موسى بن عمير رضي الله تعالى عنه كان بيدعو أهل المدينة، بيدعوهم للإسلام. فكان مهم جدا إن لما سيدنا مصعب هيدعوهم للإسلام طبيعي أهل المدينة هيسألوا، يا جماعة في مصعب بن عمير ده جاي يقول إن في النبي موجود اسمه محمد بيقول كذا كذا كذا، فطبيعي هيحصل ايه؟ نبتدي اهل المدينه يسالوا هو النبي ده فين؟ يقول له في مكه، فيبتدوا يبعتوا في مكه يا جماعه انتوا ايه، في حد عندكم فعلا اسمه كذا ووضعوه؟ هيسالوا. طيب لو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش طلع بره الجزيره كان ايه اللي هيحصل؟ كان كل اللي هيروحوا يسالوا هيقابلوا كبار مكه فيقولوا ده شاعر، ده مجنون، ده ساحر، ده كذا ده كذا، كانت دي المعلومه اللي هتوصل. انما من حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بره الدوائر دي، فلما يجوا يسالوا هيلاقوا فيه اكتر بقى من حد بيتكلم وبيقول كلام كويس. يعني احنا دلوقتي بقى عندنا 38 سريه، كل سريه راحت في مكان، وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود داخل مكه، فبالتالي الموضوع هيختلف، انت هتسمع بقى راي واثنين وثلاثه واربعه وعشره. فبالتالي يعني اما ان انت هتعرف ان هو انسان كويس وتقول ده هو بس اللي بيقولوا عليه كده اهل مكه، لان هم اللي في صراع بينهم وبينه عشان هم خايفين على السلطه وعلى المال وعلى الملك وكذا وكذا، او ان انت هتقول والله في ناس بتقول عليه كويس وناس بتقول عليه وحش. طب خلاص يبقى احنا ايه، نسمع بقى من سيدنا مصعب ونشوف كلامه، يبقى احنا خلاص هنبقى موقفنا من مصعب بن عمير ده موقف محايد، لا احنا معاه ولا احنا ضده، ونسمع بعدها نحكم. ففي الحالتين يبقى انت كسبت. فبالتالي كان مهم جدا بقى في الوقت اللي سيدنا مصعب بن عمير فيه بيكلم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم تبقى الناس اصلا بتسمع عنه، عشان لما هيتسال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان طبعا كان معروف ان المدينه كان فيها كتير من اليهود وكان في يهود في مكه، فكانوا بيبلغوا بعض، فلما هم يروحوا يسالوا اليهود فيقولوا لهم لا ده محمد ده كذا وكذا وكذا وكذا، فسيدنا مصعب بيقول لهم طب خلاص سيبك من اليهود واسال القبيله الفلانيه، واسال دي واسال دي واسال دي. فطبيعي عارف زي حضرتك زي احنا حتى في الدنيا كده، لما نسال واحد اقول له ايه رايك فلان، فيقول لي ده كذا وابن كذا ومش عارف ايه، فيجي حد يقول لي على فكره ده، وبقول لك كده عشان في مشكله بينك وبينه، انما اسال بقيه الناس في الحي هتعرف، فساعتها هيبان. لما اسال بقى كل الناس في الحي كلهم يقولوا وحش، لا يبقى الراجل ده فعلا مش كويس، انما اسال بقيه الناس في الحي لما كلهم يقولوا كويس طب تمام. لما الناس بقى هتتقسم نصين ساعتها بقى هروح ادور مع نفسي واشوف واعرف بقى انا احكم بنفسي، انا واخد بقى موقف محايد واحكم بيه. بدأنا بقى القصة، قصة السرية بقى ايه من اللي حصل في موضوع السرية. زي ما قلنا السرية دي كانت بقيادة المنذر بن عمرو الأنصاري، وذهبت إلى حي من كنانة. اللي حصل إن السرية دي راحت وكان فيها تقريبا زي ما قلنا حوالي 50 واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محدد لهم مأمورية معينة هتاخد وقت معين وكل شيء، فالوقت ده عدى والسرية ما رجعتش. فابتدى المنافقين في المدينة يقولوا السرية راحت ما رجعتش، يبقى خلاص يا أسرات يا قتلت، ما فيش حاجة تانية، أو إن هي كفرت برب محمد وراحوا ما رجوش عشان كده، يعني مثلا انتصروا مثلا وخدوا غنائم ومشيوا وكل حاجة. ففي الثلاث حالات يبقى رب محمد خذله، يبقى هو مش إله حق ولا ده نبي ولا ده ولا ده ولا ده. فابتدوا بقى يعني حدثوا في المدينة في مكة آسف عن جيش محمد صلى الله عليه وسلم اللي أرسله لكنانة ومرجعش. فهنا بقى نزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة العاديات. الوحي ده بيقول لي ايه؟ في البداية الوحي بيتكلم بقى ربنا سبحانه وتعالى بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له اخبرهم عن فضل الجهاد في سبيل الله. فبيقول له ده انت ما تعرفش الناس اللي راحت دي راحت بتعمل ايه. فاولا بدأت والعاديات ضبحة. العاديات دي جاية من كلمة العدو اللي هي الجري، بيقول لك حتى في المسابقات ايه مثلا العدو 100 متر او 500 متر او 1000 متر او كذا، فالعاديات معناها بتجري. ضبحا دي
اللي هو الصوت اللي بيطلع وحضرتك بتجري وموطي موطي رقبتك، يعني عارف ايه ما بتكون بتجري، فالصوت ده كده بتاع الخيول، هو ده اسمه الضبح، مش صوت الصلصال اللي انت ساعات بتسمعه كده، الخيول بتبقى بترفع راسها وبتطلع صوت ايه في نوع من النغمه كده، لا مش هو ده. طب وده ليه؟ لان الصوت اللي لما يكون الرقبه منخفضه ده بيدل على ان شده السرعه، يعني انت جرب انت كده مع نفسك لما تيجي تجري بتخلي بتلاقي راسك لفوق ولا راسك لتحت، شوف انت مع نفسك كده انت في وقت معين وحضرتك مثلا لما تيجي تجري او بلاش تجري حتى تمشي بسرعه، شوف وضع الراس بيكون مرتفع ولا منخفض، هتلاقي طبيعي لو ماشيه بسرعه او بتجري هتلاقي الرقبه لتحت. العاديات دي المقصود بها الخيول اللي هي بتاعته بتجري. طيب هنا ايه الفكره؟ الفكره ان ربنا سبحانه وتعالى بيخبر الكفار بيقول لهم بالعكس ده هم رايحين يجاهدوا في منتهى القوة، ده حتى الخيول بتاعته بتجري بسرعة جدا لدرجة ان صوتها بيطلع، صوت الضبح بتاعها بيطلع وبيطلع بشكل واضح. فالموريات القادحة، الموريات دي الناس القديمة شوية بقى، انا مش قديم برضو قوي يعني، بس شفت المشهد ده، الناس اللي كانت بتشوف الحناطير زمان كان بيحطوا فيه حتة حديد كده نص دايرة على ال كانوا بيسموها حدوة، حدوة الحصان دي، كانوا بيحطوها بحيث الحصان وهو ماشي لو مثلا لو في مسمار لو في طوب لو في اي حاجه ما يحصلوش اذى، وفي نفس الوقت يقدر يستحمل المسافات الطويله مش هيتاثر بسخونه او باي حاجه زي كده، وفي نفس الوقت لو مشي في ميه والكلام ده. فالمورياتي قادحه، القدح هنا معناها الحله مثلا، يعني عارف يقول لك ايه هنعمل قدح من الماء، يعني هنسخن حله ميه. فربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول للمؤمنين بيقول له ده من كتر الخيول دي ما هي بتسير بسرعه جدا الحدوه دي، رأيي مش شلبي يعني العدوه دي بتعمل شرار، عارف لما تيجي معاك حته حديده كده وتقعد تخبطها في حديده تانية او تخبطها في الارض تطلع شرار كده، فكانك بتشعل نار، كانك ايه بتولع بالولاعه كده، فولعت النار، فكان ربنا سبحانه وتعالى بيمثل لك كده كان في قدح وانت عايز تولع عليه، فالحديد ده من كتر ما هو بيخبط في الارض طلع شرار فولع في الحاجه دي في القدح ده. فكل ده بيبين لك قد ايه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس ده بيسرعوا المعركه، ده هم حابين يروحوا المعركه اصلا. فالمغيرات صبحا، وده بقى حكمه من الله عز وجل سبحانه وتعالى، المغيرات جايه من الاغاره، ان حد بيغير على العدو يعني، فالمغيرات صبحا. صبحا بقى ايه معناها؟ ايه معناها؟ في الصباح. طيب معناها في الصباح يعني ايه؟ يعني اللي هم وصلوا مكان الاعداء وهيغيروا عليهم في الصباح، وده فيه من شده بقى التشوق للجهاد بسبيل الله. حد عايز انابيب يا جماعه ولا ايه؟ فايه بقى الحكمه من لفظ صبحا؟ الحكمه فيها ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هم هيغيروا عليهم في الصباح. معنى الكلام ده ايه؟ معناه ان هم وصلوا في المساء ومنتظرين الصباح عشان تبتدي المعركه. فده يبين لك قد ايه ان حب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، لدرجه ان هم قاعدين طول الليل مستنيين النهار يطلع عشان يجاهدوا. فبيبين لك لا، مين دول اللي خايفين؟ بالعكس ده هم قاعدين مستنيين الصباح يجي. يعني تخيل حضرتك حد ايه اللي بيبقى قاعد خايف من الامتحان بقى طول الليل متوتر ومعرفش ايه ومش عايز الامتحان يجي وكده، لا ده هم قاعدين نفسهم الصباح يجي عشان ينزلوا المعركه. فده كان رد من النبي صلى الله عليه وسلم على كفار مكه اللي بيقولوا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هربوا من المعركه او خافوا او خدوا الغنائم ومشيوا او كذا او كذا، لا ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم فالمغيرات صبحا، ده هم قاعدين نفسهم الوقت ده يجي. فايه اللي حصل؟ فاثرنا به نقع. فاثرنا به نقع دي سبحان الله العظيم فيها معنى لغوي، واحنا زي ما قلنا قبل كده ان احنا دايما في مواضع لازم ناخد اللغه عشان المعنى يوضح. اللي اثرنا اللي هو من باب الاثاره، عارف اقول لك واحد بيثير الفتن يعني اللي هو بينشرها، تمام؟ فهنا اثرنا به نقع، النقع اللي هو التراب، معناها ان الخيول من سرعتها في المعركه ان هي اثارت الغبار والتراب لانها بتتحرك بشكل سريع جدا،
وطبعا الخيول ما بتتحركش لوحدها، ده هو الجنود موجودين معاها، بس هو كنايه عن الجنود، معناها ان الجنود قاعدين في وسط المعركه بيتحركوا بشكل سريع جدا وفي كل الاتجاهات وفي كل حاجه. بس هنا بقى هتلاقي موجود ايه؟ فاثرنا به نقعه. تمام؟ يعني اثرنا بالخيول اللي عليها الجنود. فبدون الامر ده ملوش معنى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهارده مثلا على سبيل المثال في حفلات تكريم مثلا بتتعمل، بتبقى حفلات مثلا عسكريه مثلا تكريم لملك دوله او كذا، ففي خيول ماشيه، خيول حربيه او كده. طيب ما دول راكبين خيول، بس هنا عندنا حاجه كده اسمها هاء الملابسه او هاء الالتباس، يعني اللي هي حاجه موجوده على طول مع الفعل اللي معاها. فهنا بنتكلم ان دي مرتبطه مع دي، يعني فاثرنا به نقعه، يعني في وقت المعركه ده بيطلع معاه، لو هي فعلا معركه او دول فعلا بيجاهدوا فطبيعي هتلاقي معاه الغبار ده، ده ملتصق بيه، ده على طول معاه. فاثرنا به نقعه، فوسطنا به جمعه، نفس الموضوع، فهتلاقيه توسط بين الاعداء، فوسطنا به، هو دخل وسط الاعداء، فعلى طول يبقى الباء دي لازم تكون موجوده عشان يتقال ان ده جهاد. لان دي لو مش موجوده يبقى خلاص، زي ما بقول لحضرتك واحد في تكريم معين مثلا لامير او لملك او كذا او كذا، في خيول ماشيه وفي ناس راكباها، طب ما عادي، ما ايه الفرق؟ اللي فرق هي في النقطه دي، ان هي هل الغبار ده مرتبط بالحدث والاعداء مرتبطين بالحدث ولا لا؟ فهي هنا بيسموها لا باء الالتباس او باء الملابسه او يعني بالمعنى ده. فاثرنا به نقعه، النقع زي ما قلنا ان هو الغبار، التراب، الغبار، ايا كان. وده كان من يعني من دلائل على ان الخيول بتتحرك بشكل سريع جدا. يعني الحاجه الثانيه ان ده كان بقى من تكتيكات القتال في عند العرب، ان هم كانوا في البدايه بيبداوا المعركه خطوه بخطوه. ليه؟ ما انا دلوقتي انا عددي كعدد اقل من عدد الكفار، فهنا يبقى لازم في حكمه. انا دلوقتي مين اللي ارسلني؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، وانا مؤمن ان هو نبي وصادق وياتي الوحي من الله سبحانه وتعالى وكل شيء، يبقى بالتالي انا مش خايف من حاجه. ولكن هو تعليم للناس ان انتوا في حاجه اسمها ان ده وحي وكل شيء، ولكن لازم تاخد بالاسباب. دي حاجه ملهاش علاقه بدي، هو الوحي بيقول لحضرتك ان انت في النهايه هيحصل كذا، انما انت هتحاسب بقى على ايه اللي انت عملته. يعني مثلا في وحي بيقول مثلا ان الحدث ده هيحصل سواء انت عملت او ما عملتش، يعني انت ليك رزق مثلا اللي هو المرتب بتاعك مثلا 10,000 جنيه، وربنا يعني كتب ان انت هتاخد ال 10,000 جنيه بتوعك، انت بقى اشتغلت ما اشتغلتش 10,000 جنيه هيجوا لك. بس هل ده صح؟ لا، انا مطلوب مني اشتغل وال 10,000 هيجوا لي برضه، بس ربنا هيحاسبني ايه؟ انت اشتغلت ولا ما اشتغلتش؟ يعني ربنا مش هيقول لي هجيب لك الرزق ولا لا، هو انا هجيب لك الرزق سبحانه وتعالى، بس هتحاسب بقى انت عملت ايه في شغلك؟ كنت بتسرق، كنت بتنصب، كنت بتروح، كنتش بتيجي، كنت بتجتهد، كنت كويس، كنت وحش. فانت بالتالي انت بتحاسب على الاسباب، النتائج هو ربنا كاتبها، ولا تتغير بفعل بشر الا لو الدعاء، والدعاء بس لا يغير ما في اللوح المحفوظ. يعني حتى كان اكبر مثال لده كان في غزوه بدر الكبرى، لما النبي صلى الله عليه وسلم جلس يدعو الله عز وجل ان ربنا ينصر المؤمنين، وبعدين بلغ سيدنا ابو بكر وقال له ان الله وعدني ان ينجز لي هذا الامر، فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وربنا انزل له جبريل وقال له انت هتنتصر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعدها عمل ايه؟ قام جمع المسلمين وعمل خطه للمعركه، فبحيث يعلمهم ان انا خلاص جالي وحي وقالنا ان احنا هننتصر النهارده، بس في حاجه بقى اسمها الاسباب. فابتدى يجي انت النهارده هتكون في الحته الفلانيه وانت كذا، ولو الجيش الكفار جه من هنا انت هتعمل كذا، وبيحط خطة للمعركة. بعدها بقى جت فوسطنا به جمعة، ودي كانت حاجة بقى رد على الكفار في مكة والمنافقين واليهود، ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو خايفين او طمعانين في الدنيا او كذا عمرهم ما يعملوا كده. ليه؟ فوسطنا معناها الوسط، معناها شيء وسط شيء. فوسطنا به جمعة يعني الكفار هم مجتمعين، المسلمين دخلوا في وسط الجيش ده، فمعناها لا، ده هو حد عايز يقاتل ومش هايب الموقف ولا خايف منه ولا اي شيء، بالعكس ده عنده استعداد يخش ويقاتل ويستشهد في سبيل الله. ونفس الكلام برضو هتلاقي ايه؟ فوسطنا به، هي نفس به اللي قبلها،
اللي هو ما يعتبرش جهاد في سبيل الله ولا شجاعة ولا أي حاجة إلا إذا كان اختراق لصفوف الأعداء. إنما برضو لو نفس القصة، ناس راكبين خيول فوسطنا به، ولكن مش جمع بقى من الكفار، وسطنا به أي حاجة، احتفال مثلا، سباق أيا كان، مثلا زي ما بنشوف مثلا في سباقات للخيل، في كذا في كذا، كل ده مش جهاد في سبيل الله. فعشان كده اتحطت فوسطنا به جمعة، إن لازم التوسط ده والاقتحام للوسط يكون وسط جموع الكفار، فيبقى هو ده اللي اسمه قتال في سبيل الله. فوسطنا به جمعة. بعدها بقى جت يعني آية خارج السياق خالص، وكتير من الناس بتقف قدام الآية دي ما تفهمش بقى إيه الموضوع. الآية دي بتتكلم، بتقول إن الإنسان لربه لكنود. أولا الآية دي معناها إيه؟ وطبعا إن للتوكيد الإنسان هي العموم، يعني معنى إن ده طبيعة بشرية عند كل البشر. لكنود معناها إنه دائما ما يتذكر المصائب دون الفضائل والنعم وكل الأمور الطيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها عليه. فأول مثلا ما يحصل أي مشكلة على طول، اشمعنى أنا وليه أنا، ويبتدي يتفكر في المصائب بس، وبعدين كل ما تيجي مصيبة يفتكر المصيبة اللي قبلها وقبلها وقبلها، وينسى خالص إن قدام المصيبة الواحدة اللي عنده دي، اللي ربنا سبحانه وتعالى اداله آلاف النعم اللي هو مش واخد باله منها، وعمال بس يفتكر المصائب العادية. فبالتالي الواحد بيبقى محتاج يعمل إيه؟ محتاج إن هو يقعد مثلا مع نفسه كل وليكن شهر مثلا 5 دقايق كده، بتعمل حاجة اسمها عصف ذهني كده. يعني فكرة العصف الذهني دي إن أنت بتطلع الأفكار اللي في دماغك تكتبها على ورق عشان تعرف تبص لها كده وتشوف. فمثلا لو كل واحدة من حضراتكم مثلا تحاول تعمل الموضوع ده النهاردة كده، تجيب ورقة وقلم من 5 دقايق ل10 دقايق، تقعد تسأل نفسها إيه النعم اللي عندي مش موجودة عند حد من قرايبي أو صحابي أو جيراني، وحال كل حد يقعد يفكر كده. هتتفاجئوا إن أنتوا عندكم نعم كبيرة جدا مش واخدين بالكم منها، من كتر ما هي بتحصل كل يوم وحصلت لكم كتير ما بقيتوش حاسين ان هي نعم. هتحسوا ان هي نعم انت لما هتفتكروا بقى، زي ما بقول لحضرتك تبصوا حواليكوا كده، لا ده دي مش موجوده عند جاري ولا عند اختي ولا عند اخويا ولا عند زميلي في الشغل ولا عندي كذا ولا عندي كذا. ايه ده فعلا في نعمه كبيره. يعني مثلا ابسط حاجه، تلاقي دايما الناس الجمله المشهوره يقول لك طب انا بعبد ربنا وما بقصرش وما اعرفش ايه، طب ليه ربنا مضيق عليا في الحياه وكذا. فنقول له يا ابن الحلال، هو انت مين اللي قال لك ان معاملتك مع الله عز وجل ان انت بتصلي عشان لما تسلم من الصلاه تلاقي نزل لك 2000 جنيه من السماء؟ مفيش الكلام ده. والا لو انت هتاخد بالمنطق ده، طب ما خلاص، طب انت لحد ما وصلت سن التكليف مثلا 10 سنين، انت في الوقت ده ما عندكش اي حاجه تستحق عليها اجر، يعني وانت عندك 3 شهور. لو خدنا بنفس المنطق، ربنا يرزقك ليه؟ انت ايه اللي قدمته؟ انت ولا عملت حاجه، صليت ما صليتش، صمت ما صمتش، سبحت ما حصلش، استغفرت ما عملتش اي حاجه. طب ما سالش نفسك طب ليه ربنا رزقني وانا في العمر ده؟ طب بعد ما وصلت 6 شهور، سنه، سنتين. فبالتالي المعامله مش بالطريقه دي، بس انت ليه نسيت المشهد ده؟ لان انت اتعودت على كده. طيب كان ده ايه علاقته بقى بالموضوع اصلا اللي حصل؟ كان علاقته ان كفار مكه لما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا خد بالكم من حاجه، ان احنا لما اتكلمنا على السرايا ابتدينا نقول ان السرايا اللي النبي صلى الله عليه وسلم ارسلها دي كانت في اخر عام قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبرضه هنا كان في حكمة معينة. ايه الحكمة؟ ان ابتدى يبقى فيه يعني خلاص نسبة كبيرة من التصديق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو انت مش مؤمن بيه. يعني خلاص انت بقيت موقن ان فعلا كلام محمد ده صح، ان هو فعلا بيجي له وحي، وان فيه وفيه وكل الكلام ده، فابتدوا فعلا يصدقوا الكلام ده. فلما جه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على فكرة ده السرية اللي انا بعتها دلوقتي بتعمل 1 2 3 4، فخلاص بقى كلامهم هم مصدقين ده حصل. طب نعمل ايه؟ ابتدوا يعملوا حاجة اكيد كلكم بتشوفوها وحصرتوها 50 مرة، اللي هي ايه؟ اللي هي فكرة ان انا لما بقى مش عايز اجتهد ما بحاولش ابين ان حد احسن مني، فاقلل من اللي هو بيعمله. يعني مثلا انتوا مثلا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم تحفظوا القرآن مثلا، فجأة اقول مثلا للاستاذة مثلا اماني مثلا، وليكن يا أستاذة أماني أنت وصلت كام في الحفظ؟ تقول والله أنا وصلت الجزء التالت. إيه ده 3 أجزاء بس؟ ده أنا لو قعدت شهرين أحفظ كنت حفظت 10 أجزاء. طيب ما تحفظ، أنت حد ماسكك؟ إيه اللي منعك إنك تحفظ؟ طب وأنت يا أستاذة مثلا دكتورة أمال بتقومي الليل
والله بقيم الليل بس ركعتين، ركعتين بس. على فكرة انا لو حطيت الموضوع ده في دماغي كل يوم اصلي 10 ركعات. فالفكرة ايه؟ ان انت عشان ما بتعملش فبتحاول تقلل من الناس بتعمله، عشان انت اصلا يعني للاسف فاشل. فهما الوقت لما هما قالوا على الكلام ده، ان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اما ان هم خايفين او ان اتهزموا في المعركه او طمعوا في الدنيا او كذا، وطلع ده ما حصلش، فكان الرد منهم ايه؟ على فكره احنا هنقدر نعمل اللي هم قد اللي هم عملوه ده، احنا بس ملناش مزاج يعني. فربنا رد عليهم قال لهم لا، مين اللي قال كده؟ ان الانسان ربه لا كان، بالعكس ده الانسان ربنا فطره ان هو بيكره المصائب اصلا. يعني انتوا على فكره انتوا مش هتحبوا او مش هتقبلوا فكره ان انتوا تروحوا وحد فيكم يقتل او يصاب او يجرح او يؤخذ ماله او يؤسر او كذا. الكلام ده مش صحيح على فكره، انتوا بس بتقولوا كده عشان انتوا مش قادرين تعملوا اللي صحابه النبي صلى الله عليه وسلم بيعملوه. وده بنشوف كل حته بقى، تقعد تتكلم مع اي حد في اي حاجه انت بتجتهد فيها يحاول يقلل منها. تيجي مثلا في الدراسه، واحد طلع الاول على المدرسه فتلاقي اصحابه، على فكره والله انا بس مش مركز في التعليم، انا والله لو حطيت التعليم ده في دماغي ده انا كان زماني مش عارف ايه. طب يا سيدي ما تحطه في دماغك، حد منعك؟ حد قال لك ما تحطوش في دماغك؟ يعني انا مثلا اقول لحضراتكم موقف حصل معانا شخصيا مثلا، ولا بلاش عشان ما نطولش، اقول لكم بعدين يعني. فده كان دي كانت علاقه الايه بقى بالموضوع ده، ان هو رد من الله سبحانه وتعالى على الناس دول، ان الانسان الربي لكنود وإنه سبحانه وتعالى على ذلك لشهيد. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخبرهم إن هو يعلم الأمر ده، لأن هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم أفعال العباد كلها، ويعلم ما تخفي الأنفس، ويعلم كل شيء كل حاجة. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم أنتوا كده، وربنا يشهد على الأمر ده، وإنه لحب الخير لشديد. والخير هنا معناها كلمة النعم بصفة عامة، عارف بقول لك البيت ده فيه خير، ففي خير دي معناها ايه؟ معناها في اكل، في شرب، في لبس، في فلوس، في كذا. فبالتالي ربنا بيقول لهم ان انتم متعلقين باي شيء له علاقه في الدنيا، فانتم ما تقولوش ان انتم بتقولوا ده، لا انتم بتكذبوا. انتم في الاول كنتوا بتسخروا من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ان هم طمعوا في الدنيا، وبعدين لما لقيتوهم ما طمعوش في الدنيا فقلتوا اللي هم بيعملوه ده عادي، مع انه مش عادي ولا حاجه. بدليل تشوفوا انتم بتعملوا ايه، انتوا عندكم استعداد تسرقوا بعض عشان الفلوس، تقتلوا بعض عشان الفلوس، وتشتغلوا في حاجه حرام عشان الفلوس، وانتوا تعلموا انتوا كده. والا لو ما كانش كده يبقى هنا ما كانش هيبقى في اختبار من ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. تخيل لو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا ما عندناش الفطره دي، ما خلاص الناس كلها هتبقى كويسه، يبقى فين الاختبار في كده؟ يعني تخيل انا ربنا خلقني ان انا اصلا مش عايز يبقى معايا فلوس، فبالتالي طبيعي مش هبقى عايز اسرق، ما انا مش عايز يبقى معايا فلوس اصلا. والتاني مش عايز يبقى يشتغل في الحرام فمش هيشتغل في الحرام. انما بالعكس، انت لما يبقى فطرتك عكس كده يبقى انت بتجاهد نفسك عشان تؤجر، انت بتحاول تعمل عكس كده. انت مثلا في اي مهنه معينه معرض انك تاخد رشوه، معرض كذا، فانت فطرتك انت عايز تاخدها عشان تغتني، وجواك حاجه ايمانيه بتقول لك ده حرام ما تعملش، فعشان كده الاجر بيجي من هنا، والا يبقى فين الاختبار؟ ما فيش اختبار في كده. فده كان من حكمه ربنا عشان يحصل اختبار الناس كلها، عشان ناتي يوم القيامه في نوع من العدل، في واحد يستحق يدخل الجنه، في واحد يستحق يدخل النار والعياذ بالله، في واحد يستحق في درجه اعلى في الجنه، وهكذا. بعدها ربنا سبحانه وتعالى ذكر أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وإحنا قلنا قبل كده لما الضمير يكون مش موجود يبقى ده معناها إن ده شيء شديد جدا وشيء عظيم جدا، لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول الإنسان أنت مش متخيل ده إيه، يعني أنت مش هيجي في تصورك ده إيه. فربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول له أنت مش متخيل الحدث ده يعني إيه، مش متخيل يعني إيه إن أنت هتخرج من القبر وتبعث يوم القيامة. فلشدة هذا الحدث بينزع أو بيتشال الضمير. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يعني كل اللي في الصدر بقى هيحصل، عارف زي ما يكون مثلا في زرع كده بيقول لك جبنا المحصول، اللي هو ربنا بقى هيخرج كل الحصيلة اللي كانت في قلب الإنسان اللي جمعها طول الدنيا ما بين بقى أعمال صالحة وأعمال فاسدة وأعمال قلب وكذا وكذا وكذا. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يعني ربنا سبحانه وتعالى بقى لما هيخرج ما في الصدور ربنا هيكون خبير بهذا الأمر، فبيعلم اللي فيه، لأن فيه أمور في الصدور هي مش معروفة. أنت الصدور دي بيكون مكنون فيها الأفعال وليس النوايا، النوايا دي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهو مكتوب في قلبه مثلا إن هو فعل الفعل الفلاني،
طيب فعلوا ليه؟ نيته دي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. الملك كل دوره ان هو بيكتب ان فلان نزل راح صلى الظهر في المسجد الفلاني ورجع بس. طب ايه الهدف من القصه دي؟ دي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فبالتالي الافعال او الاعمال اللي بتحصل في الدنيا الملائكه لا تعلم الا الفعل فقط. مين لا يعلم؟ اللي يعلم بقى النوايا والمقصود بالافعال دي هو سيكون الخبير سبحانه وتعالى، ويخبر الانسان بها يوم القيامه ويحاسب عليها. معلش بس في حاجه في البدايه كده نسيت اقولها، انا اسف. والعاديه دي ضبحه. كلمه ضبحه دي هي مصدر، تمام؟ ومعروف المصدر في اللغه هو الهدف منها انه لا يحدد بزمان ولا مكان. يعني لما تيجي تقول حاجه بالمصدر بلفظ المصدر مش بلفظ الفعل، معناه انت بتتكلم على حاجه غير خاصه بزمان معين او مكان معين. فده كان حكمه من ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ان كانه يخبره ان الجهاد في سبيل الله لن يكون محدد بوقت ولا مكان. فبالتالي هيبقى في جهاد موجود في افريقيا، في اسيا، في اوروبا، في مكه، في المدينه، في كل مكان، وغير مرتبط بزمان. فهيكون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده 50 سنة و100 سنة و1000 سنة. فكان ده من حكمة ربنا سبحانه وتعالى انه بيخبر الكفار، لان هم طبعا يعلموا اللغة العربية، ان السرية اللي النبي صلى الله عليه وسلم ارسلها دي مش هتكون اول سرية ولا دي اول معركة، لا، ده الاسلام مستمر في المعارك الى كل الازمنة اللي موجودة. فده كان من حكمة ربنا سبحانه وتعالى في استخدام المصدر في والعاديات ضبحا. وكده نكون انتهينا من الصورة، ونقول بقى سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.